انا قبل قلت لك في لحن ايوه لعميد الفن الحاج سرور، اللحن ده عمله وما يضيف الاذاعه فيه، فحسمعك منه حته اللي بتذكرها. جميل. فما اعرف اللي منه من اخواننا الشعراء سيد او عبيد. ايوه. اذا كان واحد منهم بيستمع لهذه الحلقه ارجو انه يكتب لي عشان ما اغنيها. وفي الوقت نفسه انا بذكر انت قلت ده يمكن يكون اخر لحن انت سمعته من مش كده؟ اخر لحن ليه؟ لعميد الفن سرور. سرور نسمع له دلوقتي من احمد المصطفى، ولو انه بسيط بس المطلع اللي هو معلش معلش. سيد احمد، لحن في الواقع مؤثر، وانت يعني ما عاوز اشكرك لكن اقول اديته اداء متقن جدا، بس ناقص الحقيقه لانه ما بتذكر باقي الكلمات اللي هي بتجيب باقي اللحن. المهم انت اديت يعني فكره صحيحه عن اللحن، وده زي ما قلنا اخر لحن انت استمعت له من الحاج محمد احمد.